والله احنا اصلا كنا قاعدين في شقة ايجار عليها ايام، يعني الراجل بتاعها المفروض ان احنا نسلمها قبل العيد السنة اللي فاتت، قبل العيد الكبير زي الايام دي. طبعا احنا ما عندناش اي مكان، وما كانش فيه سيولة، مفيش اي حاجة، ف قلنا طب ليه ما ناخدش الشقة بتاعتنا ونصينها. يعني احنا هنعوز ايه غير اوضة وصالة وحمام ومطبخ؟ لما نزلوا السيولة بتاعت اللي كانوا منزلينها البنك 6000، الحمد لله أخدهم من هنا وابتدى يشتغل في الشقة واحدة واحدة. وقلنا للراجل اللي احنا كنا مأجرين منه الشقة استنى بس علينا شوية لحد ما الشقة تخلص، وهو يا دوب بيض الشقة ما خدش منه تقريبا أسبوعين، جاب الحاجة بتاعته وقعدنا فيه. هو في شوية إعاقات في ان هو الطلبات كلها لازم تتقال مرة واحدة، ما ينفعش حاجة انساها، لان 7 ادوار بيبقى صعب عليه ينزل ويطلع كذا مرة طول اليوم. انا ما خفتش، لان انا مهم عندي راحتي انا وجوزي وعيالي، ان ابقى قاعدة في مكان مدارية محدش يخبط عليا يقول لي عايزين ايجار. ده كان اهم حاجة، دي اكتر حاجة كانت تعب نفسيتنا احنا، الايجار دي اكتر حاجه تتعب النفسيه، ان الشهر بيجري ورا الشهر ما بنلحقش. فخلاص قعدنا هنا استقرينا، لقينا الشهر طويل طويل جدا ما بيخلص ومرتاحين. بس في حاجات ناقصه، في حاجات ضروريه في البيت. انا في مره من كام شهر جوزي كان تحت، كان عنده مناسبه من واحد صاحبه، والباب خبط افتكرته هو، بفتح لقيت واحد قدامي انا عايز بوشعالة. قلت له نعم، محمود مش هنا، انت ايه اللي دخلت هنا ازاي اصلا؟ انا دخلت من الباب. قلت له يستحيل، انا جوزي قافل الباب تحت في العمارة. قال لي لا لا، لقيته مردود رد. قلت له انت كذاب، جوزي مش ما بيردش الباب لان احنا موجودين، وانا دلوقتي هنزل وراك واتاكد. قبل ما انا انزل وراه فعلا انا خدت بنتين الاثنين في ايدي ونزلت عشان اتاكد، لقيت الباب مقفول. فلما بقيتش عارفه ادخل ازاي، حاجه تخص جوزي واولادي لا، لازم قلبي يبقى جامد شويه. طلعت اتصلت بجوزي قلت له في واحد خبط عليا وبيسال عليكم. دي مره تانية بفتح باب الشقه بطلع الكنيسه لقيت واحد في وشي. بتعمل ايه هنا؟ بلم حديد. لما حديد يعني ازاي بتلم حديد؟ انت هنا في اسره وفي ست باولادها، انت فاهم يعني؟ قال لي انا ما اعرفش ان في حد هنا. قلت له ازاي ما تعرفش؟ امال اللومه دي عفاريت اللي شغلتها؟ قال لي لا، انا بس بلم حديد يا خالتي، وانا من الجيش ولو عوزتي اي حاجه اديكي رقم تقولي لي. قلت له لا شكرا، شاكره قوي، بس لو سمحت اطلع وما تحاولش تخش هنا تاني لان هنا في اسره. وجوزي لو علم طبعا هو اصلا مبلغ في الشرطه ان احنا سكننا هنا، عشان لو اي حد حاول يدخل العماره هيبقى فيها تصرف تاني. قال لي انا اسف، واخد بعضه طلع. طبعا اسمع بقى صوت في العماره، خبط حديد مش عارفه صوت ايه، خلاص بقى بقيت اتلاشى الموضوع خلاص، ما دام انا قاعد في بيتي وقافله على نفسي خلاص. والله ما عندناش اي تجهيز للعيد، لان انا ما عنديش ثلاجه، ما عنديش اي حاجه للعيد، وكمان احنا ما عندناش مكان هنا نروحه. فما عنديش غير اخواتي اللي هم جوازات اخواته البنات، هم طبعا اخواتي حاليا، ما عنديش غيرهم هنا. احنا كده قاعدين، هم ان شاء الله اول يوم العيد هيجوا هيجيبوا حاجتهم معاهم وهنشوي هنا، هنعمل قعده كويسه في البلكونه وتمام. يعني انا هنا بقالي سنه، انا من ساعه ما دخلت الشقه ما نزلتش مصر، لان خوفا اجي ما الاقيش الشقه. طب هنعمل ايه ساعتها؟ هنبقى في الشارع هنعمل ايه؟ فانا مأجلين موضوع السفر، غير كمان ان احنا مش عارفين اصلا ننزل، لان مفيش سيوله تنزلنا مصر. مصر محتاجه مبالغ، يعني سواء طياره ولا بر، فكل ده محتاج مبالغ. مادام انا في بيت شقه مقفول عليا الحمد لله مستوره، بس هو بره دمار شامل
واهلي لما بيشوفوا الصور يقولوا لي ازاي قاعده كده، وازاي قاعده في عماره دي، وانت ازاي شقتك، طب الشقه عامله ازاي؟ اقول لهم يا جماعه انا قاعده في شقه كويسه مفيهاش اي حاجه، وانا الحمد لله تمام، سيبكم الدمار اللي بره، انا تمام وجوزي تمام، ما دام احنا تمام يبقى خلاص، مش مشكله المكان، مش مشكله انا قاعده ازاي، المهم انا قاعده في شقه ومقفول عليا بابي. في ناس بقت تيجي تحت تدور على جوزي، عربيات تيجي تحت وتسال مين احنا محتاجين الشاب اللي قاعد فوق. محمود بيبقى نازل ساعات، انت اللي ساكن هنا؟ نقول له اه خلاص،